اللاعبين الصاعدين. كابتن ملاكا بيتكلم على اللعيب الصغير واللي بيتابع وبيشوف اللعيبه الكبيره الخبرات الكبيره في النادي الاهلي. طب تعالوا نسمع ونشوف احمد نبيل كوكا، وفي هذا الموسم يمكن شارك في المباريات الاخيره وما كانش بيشارك من بدايه الموسم مع مارسيل كولر. نطلع نشوف كوكا بيقول ايه على لحظه التتويج بالدرع رقم 43. مبروك لجمهور الاهلي ومبروك للنادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه الرجاله. الحمد لله النهارده زي ما انت قلت البطوله الخامسه حققنا كل حاجه دخلنا فيها، فالحمد لله مبروك، ان شاء الله كمان اللي جاي يكون احسن باذن الله. كوكي، طول عمرك متربي ان ما فيش مركز غير المركز الاول، وطلعت الفريق الاول اعتقد ده مكمل معاك، واعتقد الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر وزمايلك محتضنك بشكل كبير جدا، واعتقد ان خلاص يعني بقيت من الاعمده الرئيسيه في الفرقه، وفي اي وقت الجهاز الفني بيحتاجه بيلاقيك على طول. اكيد انت بتلعب في النادي الاهلي، دي مش محتاجه ان انت تقول متعود على المركز الاول، كل ماتش بتلعبه لازم تكسب، لازم تنافس على اي بطوله بتدخلها، وده الحمد لله عملناه، يعني دخلنا 5 بطولات قدرنا نفوز بيهم، فالحمد لله الواحد بيحاول يعمل اللي عليه ويكون موجود دايما ان شاء الله. الاحتفال في استاد القاهره وسط جمهور النادي الاهلي، يعني وصف لي شعورك النهارده. شعور حلو طبعا، وبالذات معانا اهالينا ومعانا الجمهور اللي دايما معانا ده، فاحساس حلو ومختلف يعني، وربنا يديمها ان شاء الله.